فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم تفسير آي القرآن بظاهرها، أي بالمعنى الذي يفهمه كل أحد، دون رجوع إلى تفاسير العلماء؟ لا يا أخي، ما يجوز. الأمور الظاهرة في الصلاة والصيام والجنة والنار والوعيد لا بأس يفهمها العوام، لكن الأحكام الشرعية والتحليل والتحريم والخاص والعام والمطلق والمقيد والناسخ والمنسوخ ما يعرفها إلا الراسخون في العلم. لا يجوز تفسير القرآن مطلق كذا، لا. نعم، لكن الأشياء الظاهرة إذا جاء ذكر النار أنت عارف النار والعياذ بالله، إذا جاء ذكر الجنة تعرف الجنة، إذا جاء ذكر العمل الصالح أنت تعرف، إذا جاء ذكر الصلاة تعرف الصلاة. حافظوا على الصلوات، تروح تراجع تفسير وش الصلاة؟ لا، لا يعرفه المسلمون. هناك أشياء يعرفها العوام، وهناك أشياء يعرفها العلماء، وهناك أشياء لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. نعم.